يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خوفهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ويقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الأحباب، إن لذة الشهادة في سبيل الله لا يحصرها قلم ولا يصفها لسان ولا يحيط بها بيان، هي الصفقة الرابحة، لأن المشترك هو الله سبحانه وتعالى، وأن السبب هو الجنة. لذا اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، إن الذي اشترى هو الله سبحانه وتعالى، وإن منزلة الشهادة في سبيل الله إخوة الإيمان والإسلام لمنزلة عظيمة، هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى اختص به المولى عز وجل من عباده المختص. ولذا كان دائما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون من الشهداء. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أردت أن أقتل في سبيل الله ثم